السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية مع المستر سيد. لو حضرتك أول مرة بتشاهدنا وضيف جديد، من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من الفيديوهات والشروحات. ولو حضرتك متابعنا برجاء عمل لايك وشير للفيديو حتى تعم الفائدة للجميع. سبسكرايب لايك أند شير. Let's start the lesson. هيا نبدأ الدرس. طلاب الصف الثاني المتوسط، اهلا بكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه مع المستر سيد. ان شاء الله النهارده شباب بنبدا يونت 2 الوحده الثانيه، الكلام ده بيج 10 اند 11 صفحه 10 و11. تمام، عنوان اليونت معانا بيقول لي اتس ا بارجن. اتس ا بارجن يعني انها ايه، صفقه او ايه او مزاد. طبعا الكلام ده قلنا بيج 10 اند ايه اند 11، هناخد اول درس وهنحل اسئله عليه. اتس ا بارجن انها ايه، صفقة او مزاد. طبعا البارجن ده بنتكلم على الحاجات اللي بيكون فيها ايه عليها خصومات كتيرة. طب هنبدأ مع بعض كده. طبعا بيقول لي listen and discuss. listen and discuss يعني استمع وناقش. في الاول هسيبك تسمع كده، هتسمع وتتابع النيتف سبيكرز، بعد كده هنقرأ مع بعض تاني ونترجم معاني الكلمات الصعبة ونحل اسئلة. listen، استمع. store directory second floor Women's department. Coats, dresses, skirts, blouses, accessories, jewelry, makeup, perfume, shoes, and boots. Third floor. Men's department. Coats, suits, shirts, ties. Fourth floor. Home department. Electronics, appliances, furniture, housewares. Jewelry, rings, bracelets, earrings, necklaces. Buy a gold ring, get a free bracelet. Which ones do you like? I prefer the gold ones. Makeup, perfume. This color eyeshadow suits you. I think I like the other one better. Accessories. Leather bags, scarves, belts, umbrellas, sunglasses. Leather belts on sale, 50% off. This belt is a bargain. Yeah, it's really cheap. Excuse me, where can I find sheets and pillowcases? In the home department, on the fourth floor. Outerwear. Casual wear. Sweatshirts, sweatpants, windbreakers, raincoats. Special on raincoats. How do I look in this windbreaker? It's too big for you. Whose backpack is that? Oh, it's mine. Thank you. You should keep it with you at all times. بعد ما سمعنا شباب مع بعض كده نبدا كده درسنا مع بعض. قلنا عنوان اليونت بيقول لي اتس ا بارجن، انها ايه، صفقه او مزاد يعني مكان فيه خصومات. اول حاجه عندي بيقول لي listen and discuss. listen and discuss استمع وناقش. where do you like to shop؟ where do you like to shop اين تحب ان ايه ان تتسوق. why ولماذا. what do you like؟ what do you look for؟ what do you look for when you shop؟ عندما تذهب للتسوق. what do you look for when you shop عندما تسوق، ايه الاشياء اللي انت بتبحث عنها او بتدور عليها؟ هل بتبحث عن البرايس السعر، ولا البراند الماركه، ولا سيرفيس الخدمه؟ ايه الاشياء اللي بتهمك وبالتالي بتبتدي ان انت ايه تبحث عنها؟ تمام، نبدا كده مع بعض. عندنا اول جزئيه عندنا ستور دايركتوري. ستور دايركتوري، ستور دايركتوري، ستور دايركتوري. نبدا اول جزئيه معانا ستور دايركتوري. سكند فلور، سكند فلور. Women's department, women's department, women's department. Coats, dresses, skirts, blouses, accessories, jewelry, makeup, perfume, shoes and boots. نبدأ بأول جزئية تاني يا شباب. أول حاجة عندنا اللي هي store directory اللي هو دليل الإيه المتجر. Store directory, store directory دليل الإيه المتجر. Second floor الدور الإيه الثاني. ايه الاشياء الموجوده بقى في السكند فلور في الدور الثاني؟ عندنا ويمنز ديبارتمنت، ويمنز ديبارتمنت، ويمنز ديبارتمنت قسم خاص بالايه، بالسيدات، قسم السيدات او قسم الحريم او قسم الايه النساء.
كوتس، كوتس ده طبعا جمع كوت اللي هو المعطف او البلطو، كوتس، دريسز، دريسز اللي هو الفساتين، سكيرتس، سكيرتس اللي هو السكيرت اللي هي الجيبه، الجيبات، بلاوزز، بلاوزز البلوزات، اكسسوارز، اكسسوارز اللي هي الاكسسوارات، جوري، جوري طبعا هي جولري، جولري اللي هنا يعني نتاكل في الكلام، جوري، جوري اللي هي المجوهرات، ميك اب، ميك اب، ميك اب اللي هو المكياج، بيرفيوم، بيرفيوم، بيرفيوم طبعا اللي هو البرفان، شوز اند بوتس، شوز اند بوتس طبعا الشوز الاحذيه والبوتس طبعا حذاء، حذاء برقبه، ثيرد فلور، ثيرد فلور، ثيرد فلور اللي هو الطابق الايه الثالث او الدور الثالث، مينز ديبارتمنت الاشياء الموجوده فيه، مينز ديبارتمنت، مينز ديبارتمنت اللي هو ايه قسم اللي هي قسم الرجالي، مينز ديبارتمنت الاشياء الموجوده فيه، كوتس قلنا خدنا قبل كده كوتس فوق اللي هو المعطف، سوتس، سوتس اللي هي البدله جمع سوت البدله يبقى البدل، شيرتس، شيرتس اللي هو القمصان، تايز، تايز اللي هي الكرافتات او رباطه العنق، تايز يبقى كوتس، سوتس، شيرتس اند تايز، فورث فلور، فورث فلور، فورث فلور الدور الايه الرابع او الطابق الرابع، هوم ديبارتمنت، هوم ديبارتمنت، هوم ديبارتمنت اللي هو قسم الايه قسم المنزل او القسم الايه المنزلي موجود في الدور الرابع، الكترونكس appliances، electronics اللي هي قسم فيه موجود جزء الالكترونيات الاشياء الالكترونيه، appliances، appliances طبعا الايه الاجهزه سواء دي او دي مع بعض، electronics او appliances اللي هي الايه الاجهزه، furniture، furniture اللي هو اثاث المنزل او عفش الايه المنزل، housewares، housewares، housewares اللي هي ايه الادوات الايه الادوات المنزليه، housewares، housewares. انتقل لجزئيه تانيه يا شباب، عندنا هنا على اليمين جوري او جولري، جوري، جوري المجوهرات، رينجز، رينجز، رينجز لا طبعا جمع رينج اللي هو الخاتم، رينجز الخواتم، بريسلتس، بريسلتس، بريسلتس اللي هو الانسيانه تلبس في المعصم، ايرينجز، ايرينجز الحلق، ايرينجز الحلق، نكلسز، نكلسز، نكلسز اللي هو الايه العقد طبعا جمع نكلس عقد، نكلسز اللي هو العقد او عقود، العقود. بقول هنا باي ا جولد رينج get a free bracelet، buy a gold ring اشتري خاتم ذهب، get free bracelet وياخد انسيانة مجاني. شوف هنا الجزء اللي هنا which ones do you like، which ones do you like يعني طبعا هي بتسألها طبعا على الاير رينجز الحلقة فهو كلمة جمع فبنقول which ones، فعش اقول which one اي واحد، لا which ones هنا لانهم جزئين من الحلقة فردتين، which ones do you like أيهما تحبين أو تريدين، هتلاقي I prefer the gold ones، I prefer the gold ones، أنا أفضل الـ gold ones اللي هو الإيه الحلق الذهبي. انتقل لجزئية تالية عندنا على اليسار هنا يا شباب، ميك اب بيرفيوم، ميك اب قسم الميك اب والبرفيوم، ميك اب، ميك اب اللي هو المكياج والبرفيوم اللي هي العطور والروائح، this color eye shadow suits you، this color eye shadow suits you. طبعا عارفين الاي شادو طبعا في كالرز بيكون فيها الوان، فبتقول لها this color eye shadow لون الاي شادو هذا suits you يناسبك او يلائمك، بترد عليها تقول I think I like the other one better، I think I like the other one better، I think اعتقد I like انني احب او افضل the other one يعني النوع الاخر better افضل من ذلك. تاخد الجزئيه التاليه accessories، accessories طبعا قسم الايه الاكسسوارات، اكسسوارز، اكسسوارز اكسسوارات، ليذر باجز، ليذر باجز، ليذر باجز، ليذر باجز اللي هو الحقائب او الشنط الجلديه، سكارفز، سكارفز، سكارفز اللي هي الايه الطرحه او الكوفيه اللي هي تحت شباب دي زي شفنا السكارف دي، وممكن نسميها شرب، شرب او طرحه او كوفيه، سكارفز يبقى ممكن نقول عليها كوفيه او طرحه او شرب، بيلتس، بيلتس، بيلتس طبعا اللي هي الحزمة جمع حزام بيلت، طبعا في عندنا بيلت هو ماسكة في ايديها بيلت، هذا بيلت طبعا جمعها بيلتس، امبريلاز، امبريلاز ده الامبريلاز اللي هي المظلة والشمسية، امبريلاز. نقول عندنا شباب الاكسسوارز، الاكسسوارز اللي عندنا ليذر باجز، ليذر باجز، سكارفز، 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 بيلتس، بيلتس، امبريلاز، امبريلاز. بعد كده عندنا sunglasses، sunglasses طبعا اللي هي النظارات، sunglasses، sunglasses طبعا هنا بتسألها بتقول لها طبعا ايه
This belt is a bargain. This belt is a bargain. البلت ده الحزام ده يعتبر bargain يعني يعتبر صفقة أو مزاد أو عليه خصومات كتيرة. Yeah, it's really cheap. Yeah, it's really cheap. نعم إنه حقا cheap. Cheap يعني إيه؟ رخيص. ننتقل للجزئية التالية يا شباب. Page 11 صفحة 11. نبدأ عندنا هنا طبعا. Excuse me, where can I find sheets and pillowcases? Excuse me, where can I find sheets and pillowcases? Excuse me, معذرة. طبعا بنستخدمها لما أجي أسأل شخص عن شيء فأنا عاوز أعمل له جذب للانتباه فأقول له excuse me. بعد كده أسأل سؤالي where can I find sheets and pillowcases? Where can I find يعني أين يمكنني أن find أجد الشيتس. شيتس طبعا اللي هي الملايات ملايات السرير. Sheets and pillowcases. Pillowcases اللي هي أكياس المخدات. يبقى أين أجد الشيتس والبيلوكيسز الملايات وأكياس اللي المخدات أو الوسادة أكياس الوسادات وسادة أو مخدة. قال له in the home department. In the home department يعني في قسم المنزل فوق القسم المنزلي. In the home department on the fourth floor. On the fourth floor. خلي بالك لما نتكلم على second floor, third floor, fourth floor, fifth floor نستخدم مع حرف الجر on. قل له on the fourth floor في الدور الايه الرابع او الطابق الايه الرابع. طبعا هنا عندنا شباب تقل الجزئية التالية على اليمين فوق في واحد هنا بيقيس او بيجرب الايه بيلبس الويند بريكر. طبعا الويند بريكر ده بلطو بس للايه واقي من الهواء الشديد في البرد الشديد يعني. How do I look in this windbreaker? How do I look in this windbreaker? خلي بالك حرف الدي ما نقطعهوش هنا خفيف شوي. How do I look in? How do I look in? كيف أبدو فيه؟ يعني إيش رأيك في الحاجة دي؟ How do I look in this windbreaker? Windbreaker. لو نسمع windbreaker. Windbreaker. So how do I look in this windbreaker? كيف أبدو في الwindbreaker هذا؟ اللي إيه؟ البلطو هذا طبعا واقي أو سترة واقية من الإيه؟ من البرد الشديد او من الايه من الرياح. قال له طبعا it's too big for you. It's too big for you. انه طبعا ايه كبير جدا عليك او لا يناسبك. It's too big for you. ننتقل للجزئية التالية. عندنا هنا طبعا outwear. Outwear اللي هو قسم الملابس الخارجية بقى outwear. حاجات اللي هي لبس خروج يعني او زي خروج. Outwear. Outwear. Sweatshirts. Sweatshirts. طبعا عارفين السويتشيرت اللي هو ده شباب اللي هو الشيرت التقيل البلوفر التقيل شويه كده. سويتشيرت بيكون قميص من النوع اللي هي التقيل او قميص قطني. سويتشيرتس. سويت بانتس. سويت بانتس طبعا عندنا برضو سويت بانتس بنطلون اللي هو المبطن ده اللي تحديدا. سويت بانتس. سويت بانتس. ويند بريكرز. ويند بريكرز اتكلمنا من شويه على الويند بريكرز اللي هو الجاكيت ضد الايه الهواء الشديد ضد البرد. جاكيت تقيل شويه وبلطو تقيله وستره تقيله. ويند بريكرز. ويند بريكرز قلنا حرف الدي ما بننطقهاش. ويند بريكرز. ويند بريكرز. رين كوتس. رين كوتس. رين كوتس طبعا رين كوتس معطف او بلطو واقي من الايه من المطر بيحميني من المطر يعني ما بيسمحش بدخول المياه داخل الايه داخل البتاع. تمام. رين كوتس. كاجوال وير. كاجوال وير طبعا كاجوال وير اللي هو زي الكاجوال يكون كاجوال شويه عكس طبعا الكلاسيك كاجوال وير. طيب شوف كونفرسيشن هنا. هوز باك باك از ذات. هوز باك باك از ذات. هوز باك باك از ذات. حقيبه من هذه طبعا باك باك حقيبه ظهر اللي بنشيلها على ظهرنا اسمها الباك باك. باك باك. قال له او اتس ماين ثانك يو. او اتس ماين ثانك يو. انها ملكي شكرا. طبعا بقول له You should keep it with you at all times. You should keep it with you at all times. You should keep it. يجب عليك أن تحتفظ بها. With you معك at all times في جميع الإيه في جميع الأوقات. شباب كده بنكون خلصنا ال listen and discuss. ننتقل إلى الجزء الخاص بالإيه بالأسئلة. نبدأ كده مع بعض questions الأسئلة. أول حاجة عندنا question طبعا A vocabulary. Where can you find these items in the department store?
Where can you find these items? أين يمكنك أن تجد هذه الايتيمز العناصر أو الكلمات هذه أو الأجزاء هذه in the department store في الديبارتمنت ستور. أول حاجة عندنا بلندر أند مايكروويف. فين نلاقي البلندر؟ طبعا عارفين البلندر القطاعة قطاعة الخضار والمايكروويف. بلندر أند مايكروويف طبعا هنلاقيهم فين؟ في قسم الإلكترونكس أو الأبلاينسز الأجهزة خاصة بالإلكترونكس أند أبلاينسز. هو اللي الاقي فيه الكلام ده. انا عاوز اشتري بلندر البلندر والمايكرويف اروح على الالكترونكس والابلاينسز. بيرفيوم بيرفيوم فين نلاقي البيرفيوم؟ طبعا البيرفيوم هلاقيه في الميك اب في قسم الميك اب. شيتس اند بيلوز شيتس اند بيلوز طبعا شيتس الملايات والبيلوز الوسادات هنلاقيها في الهوم ديبارتمنت. هوم ديبارتمنت قسم المنزل. امانز سوت امانز سوت بدله رجالي هنلاقيها طبعا في الايه في القسم الرجالي Men's Department. ننتقل إلى Exercise D Comprehension. Answer about the people and the store. Answer about the people. جاوب عن الناس والستور المتجر. Number one. Which pair of earrings does the girl prefer? Which pair of earrings does the girl prefer? أي نوع من الحلقان أو الحلق الجيرل بريفير فضلته؟ لما سألتها طبعا هتاخد انهي جزء منهم. فطبعا لو احنا في الرحلة هتلاقي الايه the gold one اختارت طبعا ايه the girl prefers the gold ones. The girl prefers فضلت الجولد ايه الجولد ones. Number two. Whose bag is on the floor? Whose bag is on the floor? حقيبة من اللي موجودة على الفلور؟ فاكرين الشنطة كانت بتاعت الولد. The young man's bag is on the floor. The young man's bag حقيبة الشاب. The young man's bag is on the floor. 3. Where can the young man find sheets? Where can the young man find sheets? أين يستطيع الشاب أن يجد الشيتس؟ لما كان بيسأل على الشيتس الملايات لقاها فين؟ طبعا الراجل قال له فين لو احنا فاكرين؟ قال له في الهوم ديبارتمنت في القسم الايه المنزلي. He can find sheets in the home department on the fourth floor في الطابق الرابع. يبقى he can find sheets in the home department on the fourth floor. 4. What's wrong with the windbreaker? What's wrong? ايه المشكلة او ايه مع الwindbreaker؟ لو احنا فاكرين الwindbreaker اللي هو السترة الواقية ضد الرياح لما الولد كان بيقيسها بيجربها فبقول له ان هي لايقة عليه او لا. فطبعا قال له it's ايه لو احنا فاكرين قال له too big for you. It's ايه طبعا the windbreaker is too big for the man. Where can I buy a wallet? In accessories. Wallets are on sale now. Where can I buy a wallet? In accessories. Wallets are on sale now. Which boots do you like? The black ones. Which boots do you like? The black ones. Excuse me, where is the women's department? Take the escalator. It's on the second floor. Excuse me, where is the women's department? Take the escalator. It's on the second floor. Are these sunglasses yours? Yes, they're mine. Are these sunglasses yours? Yes, they're mine. كده شباب بنكون وصلنا لنهاية درسنا وشرحنا اليوم. ما ننسى شباب ان احنا نعمل بقى لايك للفيديو ونكتب تعليق مناسب ونعمل شير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لنا ودعما للقناة حتى تساعدونا لعمل المزيد من الفيديوهات. أترككم في رعاية الله وتوفيقكم وأتمنى من الله النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. ألقاكم في فيديو وشرح آخر مع الجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.